بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث المتوسط بمدارس معالم التربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أيها الأبطال أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين الوباء والبلاء، وأن تعودوا سالمين غانمين إلى حياتكم الطبيعية إن شاء الله. أهلا بكم من جديد أيها الأبطال على المنصة التعليمية لمدارس معالم التربية، لنواصل معا شرح دروس مادة الدراسات الاجتماعية والوطنية، ونحن الآن في الأسبوع 14، وسوف ندرس في هذا الأسبوع درسين مهمين، وهما الدرس 19 بعنوان التنمية التعليمية، والدرس 20 وهو بعنوان التنمية الاجتماعية. سابقا أيها الأبطال، درسنا التنمية بوجه عام، وتعرفنا على مفهوم التنمية. من منكم أيها الأبطال يعرف أو يذكر مفهوم التنمية؟ أحسنتم، التنمية هي التطوير الشامل والمستمر لتحسين وضع المواطن وتحقيق استقراره ورفاهيته، هذه هي مفهوم التنمية. ونحن اليوم على موعد مع درس التنمية التعليمية والتنمية الاجتماعية، ونبدأ أولا أيها الأبطال بالتنمية التعليمية. وكما ذكرنا، التنمية بوجه عام هي التطوير الشامل والمستمر، ولما نتكلم عن التنمية التعليمية إذن نقصد بها الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنمية التعليم وتحقيق أهدافه في هذا الوطن، حكومة المملكة العربية السعودية، ومنذ قديم الأزل وهي تهتم بالتعليم وخدمات التعليم. لماذا؟ لأنها أدركت أيها الأبطال أن الأمية هي خطر عظيم جدا على المجتمع، وتسبب في انتشار الفوضى. وكان أول من أدرك ذلك هو الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، مؤسس هذا الوطن، فكان يرسل العلماء إلى بعض المناطق والمدن بهدف تعليم المواطنين، كان يرسل العلماء للمناطق والمدن والقرى بهدف تعليم المواطنين، ثم شرع بعد ذلك في إدخال التعليم النظامي، وكان ذلك بفتح المدارس والجامعات، وكان ذلك بهدف القضاء على الأمية التي كانت طبعا منتشرة فيما قبل. وتواصلت الجهود وتلحمت بعضها ببعض منذ الملك عبد العزيز إلى الآن، تتلاحم الجهود مع بعضها من أجل الاهتمام بالتعليم ومحاربة الجهل ومحاربة الأمية، فانتشرت مدارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والبنات في المدن والقرى في كل مكان في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا الجامعات. ونذكر أن عدد الجامعات الحكومية في هذا الوطن حوالي 30 جامعة حكومية في بلادنا، والحمد لله رب العالمين. نأتي أيها الأبطال للفقرة التي تلي ذلك، ونجد لنبرز اعتناء حكومة المملكة العربية السعودية بجميع أنواع التعليم. مثل ماذا أيها الأبطال؟ عندنا التعليم الفني والمهني، ففي هذا المجال فتحت الكثير من المعاهد الفنية والمهنية في مختلف التخصصات، وأنشأت الكليات التقنية والفنية المتعددة، كما أولت الدولة أيضا عناية بالتعليم المهني والتقني. أيضا التعليم المهني والتقني أخذ حظه من هذا الاهتمام، وأنشأت كليات ومراكز ومعاهد وكليات تعنى بالتدريب المهني، وكليات ومعاهد متخصصة في التعليم العسكري والأمني. أيضا أيها الأبطال،
نأتي لجزئية أخرى، وهي نذكر في عجالة أبرز مراحل التطور الإداري في التعليم في وطني. نجد مثلا، نذكر على بعض المثال بعض الأمثلة منذ عام 1319 إلى عام 1344 كان التعليم تقليدي. يعني إيه تقليدي أيها الأبطال؟ كان يعني منتشر فيه الكتاتيب وحلقات التعليم الصغيرة التي كانت موجودة في المساجد. يعني نستطيع أن نسمي ذلك مجهودات فردية من المتطوعين. ثم نأتي لعام 1344، تأسست مديرية المعارف في عهد الملك عبد العزيز وبدأ إنشاء المدارس. منذ هذا العهد، منذ هذا التاريخ 1344، بدأ التعليم النظامي بإنشاء مديرية المعارف، ثم تطور الأمر وتسلسل حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. أرقى المدارس والجامعات موجودة في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد. نأتي لجزئية أخرى ونذكر أبرز مجالات التعليم في المملكة العربية السعودية. تنقسم مجالات التعليم في المملكة العربية السعودية إلى أربعة أقسام أيها الأبطال. لو أنا سألتك سؤال أقول لك اذكر أبرز مجالات خدمات التعليم في المملكة العربية السعودية، تكون الإجابة كالتالي: التعليم العام، والتعليم الجامعي، والابتعاث، والتعليم الأهلي. الابتعاث أيها الأبطال فيما معناه، طبعا نعلم التعليم العام ونعلم التعليم الجامعي، نأتي والتعليم الأهلي أيضا، جميعنا يعلم هذه المصطلحات. نأتي لكلمة الابتعاث. الابتعاث وهي أن ترسل الدولة بعض الطلبة لاستكمال دراستهم في الخارج في بعض المجالات التي تحتاج إليها الدولة. وليكن نقول وظيفتك بعثتك، فيما معنى أن الدولة وفرت خدمة جديدة لتنمية المجالات التعليمية في الوطن من خلال شراكة بين وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية لدعم ابتعاث الطلبة إلى الخارج للدراسة في التخصصات التي تحتاج إليها المؤسسات، بحيث تتولى الجهة الحكومية توظيف الطلبة بعد تخرجهم، وتتولى الوزارة الإشراف على سير الطلبة الدراسي. كما ذكرنا أن الدولة تأخذ بعض الدارسين أو بعض الطلاب وترسلهم للخارج لاستكمال الدراسة في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الدولة، ليعودوا فيما هو قادم إن شاء الله بهذه الشهادات الجامعية، ليوظفوا خبرتهم في دعم وخدمة هذا الوطن المبارك. إلى هنا أيها الأبطال نأتي لنهاية هذا الدرس، وهو التنمية التعليمية. ويقصد بالتنمية التعليمية مرة أخرى هي الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة من أجل تطوير المجال التعليمي بجميع أنواعه، كالتعليم العام والجامعي والابتعاث والتعليم الأهلي. ثم نأتي للدرس الآخر وهو بعنوان التنمية الاجتماعية. أيضا أيها الأبطال نحن ما زلنا نتحدث في مجال التنمية، والتنمية الاجتماعية المقصود بها المجتمع وأفراد المجتمع الذين يعيشون على أرض هذا الوطن. فكانت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها تعتني بالمجتمع وتوفر التنمية الملائمة لأفراده، طبعا لأن الإنسان هو أساس المجتمع، فإن تنميته وتطويره يؤديان إلى مجتمع مزدهر وفاعل ومؤثر. طيب أيها الأبطال، أحدكم يسأل سؤال: ما هي الوزارة المكلفة ب
تنمية هذا الجانب. ما هي الوزارة؟ الوزارة المكلفة بالعمل في هذا الاتجاه نقول هي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تتولى مسؤولية تنمية الجوانب الاجتماعية. طيب من خلال ماذا؟ من خلال عدة برامج سنعددها معا الآن أيها الأبطال. يكون عمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال عدة برامج، أولها وأبرزها المعاشات الضمانية. ماذا أو ما معنى المعاشات الضمانية؟ المعاشات الضمانية هي عبارة عن مرتبات شهرية يا أبطال، مرتبات ومبالغ شهرية تصرف للمستفيدين أو للمستحقين لها وفق أحكام نظام الضمان الاجتماعي، وتشمل فئة كبيرة من المجتمع من بينهم الأيتام وكبار السن والعاجزين عن العمل لأسباب صحية، وتشمل أيضا المرأة والأسرة التي لا عائلة لها. ثانيا الحماية الاجتماعية. إلا من تقدم الحماية الاجتماعية؟ تقدم الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل الذين يكونون عرضة للإذاء والعنف الأسري. يوجد بعض الحالات من المرأة والطفل يكونون عرضة للإيذاء والعنف الأسري، فالحماية الاجتماعية أو برنامج الحماية الاجتماعية أيها الأبطال يتكفل بهم وبرعايتهم. كما أن الوزارة شكلت حوالي 17 لجنة حماية اجتماعية في مناطق المملكة، وأنشأت مركزا لتلقي بلاغات الإيذاء والعنف. كل هذا من أجل حماية المواطنين الذين يتعرضون لهذا الإيذاء، ونخص منهم المرأة والطفل. ثالثا رعاية الأحداث. رعاية الأحداث، من هو الحدث؟ الحدث هو الذين أعمارهم لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد عن 18 سنة. ما بين 12 سنة و18 سنة هذا يسمى حدث، بمعنى أنه غير بالغ أو لا يستطيع الاعتماد على نفسه. فتتولى الوزارة رعاية الأحداث الذين تكون عليهم عقوبات بسبب أعمالهم المخالفة، وذلك بتوفير 17 دارا ملاحظة اجتماعية وخمس دور توجيه اجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات ممن تقل أعمارهن عن 30 سنة، وعليهن عقوبات أو عليهن احتجاز رهن التحقيق والمحاكمة. إذن الحدث هم بين 12 سنة و18 سنة ممن عليهم عقوبات بسبب أعمال مخالفة للنظام أيها الأبطال، فتقوم الدولة أيضا برعايتهم وتأهيلهم ليصبحوا مواطنين صالحين. نأتي لرابعا رعاية ذوي الإعاقة. نسأل الله لنا ولكم وللجميع السلامة. رعاية ذوي الإعاقة، ونحن أيها الأبطال لا نسميهم أصحاب إعاقة بل نسميهم أصحاب الهمم العالية. هم أصحاب الهمم العالية وليسوا والله أصحاب إعاقة. فالوزارة تقدم الوزارة خدمات متعددة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو هنسميهم أصحاب الهمم العالية من خلال إدارات التأهيل الاجتماعي والمهني ومراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية. خامسا رعاية الأيتام. رعاية الأيتام تكون من جوانب التنمية الاجتماعية، رعايتهم وكفالتهم من خلال برنامج الأسر الكاملة والأسرة الصديقة ودور الحضانة الاجتماعية. الأيتام أيها الأبطال. سادسا الإرشاد الأسري. تم تأسيس مركز الإرشاد الأسري لتقديم الاستشارات المجانية عبر الهاتف لمعالجة
المشكلات الاجتماعية والنفسية التي يعانيها أفراد الأسر. سابعا، رعاية المسنين. المسنين نعلم جميعا أنهم هم كبار السن، فالدولة ولله الحمد توفر الرعاية الكاملة للمسنين الذين لا عائلة لهم، فتوفر لهم الرعاية الاجتماعية والمنزلية والطبية. ثامنا، الجمعيات الخيرية، وما أكثرها في هذا الوطن المبارك الذي يفيض الخير فيه على الجميع. حفظ الله هذه البلاد إلى قيام الساعة يا رب العالمين. تعتني حكومة المملكة العربية السعودية بجانب التنمية في مجال المؤسسات غير الربحية. أيضا لابد أن تعلم أيها البطل أن الجمعيات الخيرية هي مؤسسات غير ربحية، لا تهدف إلى تحقيق الربح أو أن هي تحقق ربح مادي يعود على الأفراد الذين يعملون بها، لا أبدا. الجمعيات الخيرية هي مؤسسات خيرية غير ربحية لتحفيز العمل الاجتماعي، وتنشر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوعي الاجتماعي، وتقدم تراخيص للجمعيات الخيرية وتتابعها. نأتي لما يسمى ببنك التنمية الاجتماعية. سريعا نكرر معا فقط ما سردناه من برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مثل الجمعيات الخيرية ورعاية المسنين والإرشاد الأسري ورعاية الأيتام ثم رعاية ذوي الإعاقة ورعاية الأحداث والحماية الاجتماعية والمعاشات الضمانية. نأتي للعنصر الآخر وأطلب من الأبطال التركيز معي، وما يسمى ببنك التنمية الاجتماعية. بنك التنمية الاجتماعية هو بنك حكومي يقدم عدد من منتجات التمويل الاجتماعي الموجهة إلى ذوي الدخل المنخفض، ويتيح فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو للأسرة. إذن بنك التنمية الاجتماعية يقدم مساعدات لذوي الدخل المنخفض، المواطنين الذين لديهم دخل منخفض يقدم لهم المساعدات ويتيح لهم فرصة الحصول على تمويل ميسر لمواجهة به التزامات الحياة لديهم. نأتي أيها الأبطال لهذا النشاط، وهو نشاط خاص بالبحث على الإنترنت، ويطلب منك أن تسجل 6 من أبرز مراكز الرعاية الاجتماعية في بلادنا بالاستعانة بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهم التربية الاجتماعية والنموذجية والتوجيه الاجتماعي والملاحظة الاجتماعية ورعاية الفتيات والحضانة الاجتماعية ورعاية الأطفال المشلولين. نسأل الله لنا ولكم السلامة أيها الأبطال. إلى هنا أبناء الأعزاء نكون وصلنا لنهاية هذا الدرس أو الدرسين، وهما 19 بعنوان التنمية التعليمية والـ20 بعنوان التنمية الاجتماعية، ويتبقى لنا فقط درسين سوف ندرسهم في الأسبوع 15 والأخير. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم وأن ينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.